السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نقدم معكم هاد الديسير بربعه نتاع الطبقات، كل طبقه كتنسيك في طبقه كما قلت لكم، طبقه كتنسيكم في طبقه بمذاق مميز جدا، سهله، كتوجد في نصف ساعه، ما كتاخذش بزاف نتاع الوقت ولا المقادير، في الشكل رائعه كما كتشوفوا، كتجي غزاله لا في الشكل ولا في المذاق. مهم دابا غادي نمشيو باش نفوتوا للطريقه والمقادير، بقاو معانا. نبداو اول حاجه بالبسكويت ديالنا. عندي انايا هاد البسكويت داير بحال اوريو، تقدو ديرو اوريو. انايا دايره هنايا 36 قطعه بحال هذه، لان هذا صغير على اوريو. نتوما الا درتو اوريو غادي ديرو 30، ديرو 20 عفوا حبه، انا هنايا دايره 36 من هاد النوع. تقدو نتوما ديرو اوريو غديروه 20. غادي نطحنهم، غادي نطحن هذا كامل في لاباراي وغادي نجمعها بالزبده. ها هو البنات، بعد ما طحنته ولا بحال هذا الشكل، ذوبت هنايا جمع القات نتاع الزبده، غادي نجمع بهم هذا الخليط كامل وغادي نديروه في الكوس، في الكؤاس نتاع التقديم، ديروهم في اي حاجه بغيتو. غادي نجمع معايا هذا الخليط كامل. ها هو البنات، بعد ما خلطته كامل جمعته بحال هذا الشكل، غادي نبقى نضيف في الكيسان وغادي نخلي شويه من هذا باش غادي نديروه في الكريمه في الطبقه الثانيه. هيا البنات، بعد ما درناهم في الكيسان تاع التقديم، غادي نبقاو نديرو لهم بحال هكا حتى نثبتو كاع هذاك الخليط عندنا الداخل، نقادوهم باش نبداو في الطبقه الثانيه. غادي نبداو دابا بالكريمه ديالنا. عندي هنايا يوطرون تاع الحليب بارد، عندي كوب ما كاملش قل ربع نتاع السنيده، يعني كاس قل ربع نتاع العنبه. عندي جوج معلقات نتاع الدقيق ممسوحين، يعني نعمرو المعلقه ونديرو اصبعنا بحال هكا باش تقلب. وعندي جوج معلقات نتاع النشا ممسوحين كذلك، وعندي فاني، اللي عندكم فاني السائله ضيفوها. غادي نخلط هادشي كامل هنايا، غنديرو على النار مزيان، وغادي نضيفوه على النار وما نخليوهش يتحتل لنا بزاف، غادي نديرو النار مهيله ونبقاو نقابلو. هادي مع الكريمات كيخصهم يتقابلو مزيان. دابا غنضيفوهم على النار. هيا البنات، بدات كتعقد غير شويه هاد المرحله. غادي نضيف لها معلقه نتاع الزبده كبيره، غادي ندير معلقه نتاع الزبده كبيره. هيا البنات، هاد المعلقه نتاع الزبده غادي ندوبها مزيان ونزيد نخلي الكريمه تعقد لي باش غادي نقسمها وعاد نقادها ونحركو فيها مزيان. هيا البنات، الكريمه وجدت لي، فرقتها درت نص هنايا وخليت هاد النص هنايا. غادي نضيف عليه هذاك البسكوي اللي كنت قاديته وغادي نطربه. ما غاديش نطربوا البنات ديال الضو ولا غير بهذا الطراب اليدوي بحال هكا، حتى يندمج لنا مع بعضياته باش نفرغوه فوق الكيسان باش نديروا الطبقه الثانيه. هيا البنات، استفت هاد الكيسان هنايا وفرغت هذاك الخليط عندي هنايا باش نسهل العمليه اني نعمر هنا في الكيسان. شوفوا كيعقاد، غادي نفرغ كاع في الكيسان كاملا. هيا بحال هكا غادي نعمر كامل الكيسان بهذا الشكل. هيا البنات، بعد ما عمرت كاع الكيسان غادي ندخلهم للمجمد تقريبا واحد ربعه نتاع الدقائق باش غادي نضيف عليهم طبقه ثالثه. المهم غادي نتلاقاو باش نكملوا ان شاء الله الحاله ديالنا. هيا البنات، خليتها غير 3 دقائق، هيا في الساعه شدت في راسها، شوفوا كي ولات صافي. دابا هاد الكريمه غادي حتى هي نضيفها عليها، غندير غير بحال هكا بالفرشيطه وغادي نخويها عليها بحال هذا الشكل. غادي كامل نهمرهم بحال هاد الشكل البنات، غادي نفرغها كامله تنعمر كاع الكيسان اللي عندي وغادي ندخلهم. تقدو نتوما دابا محتاجينهمش يعني في البلاص، تخليوهم غير في الثلاجه لتحت، انا غادي ندخلهم للفريكو واحد الوقت حتى يبردوا كامل الطبقات ونخرجهم باش نزينوه. صافي هما بعد ما عمرتهم كامل الكيسان، شوفوا الشكل البنات ديالهم كي جا غزال كيحمق، في نفس الوقت المقادير ماشي كاع صعاب وموجودين. المهم دابا غادي ندخلهم الثلاجه يبردوا ونخرجوا غادي نزينوهم وان شاء الله نشوفوا الشكل ديالهم كي داير من الداخل. هيا البنات، بعد ما خرجتها من الفريغو هيا بردات مزيان مزيان، درت لها غير الكاكاو نتاع الحليب هكا درتها فوقها بحال هذا الشكل. تقدو نتوما ديروا اي حاجه عندكم، ديروا قوقا ولوز ولا
طحنوا غير البسكوي هكا. المهم شوفوا كي جات غزاله في الشكل، وغادي نشوفوا القوام ديالها لداخل كي جات دايره. غادي نجبدو من الداخل شويه باش تشوفوا كي جا الشكل ديالها، جاي كريمي. شوفوا جاي بحال شكل نتاع الدانون. نجبدو من هنايا، جايه غزاله بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله ان هاد الوصفه ديال هاد النهار تنال الاعجاب ديالكم، وغادي تنفعنا في سيدنا رمضان بزاف بزاف، لانها سهله واقتصاديه وما فيهاش بزاف نتاع القوام. ونقول لكم مع السلامه حتى الفيديو جديد ان شاء الله.